مقارنة بالنسبة ليك من منطلق الأستاذ خالد يوسف حول الثورة المصرية، مسارها ومسار الثورة التونسية؟ أنا بتصور الاختلاف هو في طبائع الشعوب نفسها، في التركيبة الشخصية للشعب. كيف يعني ذلك؟ يعني لو أنت عملتي ثورة في الجزائر غير لما تعملي في مصر، غير لما تعملي ثورة في العراق، غير لما تعملي ثورة في تونس، كل شعب له خصائصه، على مقاسه، ثورته على مقاسه، على مقاس تاريخه وتركيبته الشخصية والمواصفات الشخصية نفسها للشخصية التونسية. أمثلة محسوسة أكثر أستاذ؟ يعني مصر حاسمة شوي في فكرة ارتباطها بهويتها، فانتفضت فورا وعملت فعل ثوري بإزاحة الإخوان. عندكو عملوا إزاحة الإخوان بانتخابات ديمقراطية، ممكن لأنه ده طبيعي، لأنه أخوان تونس ممكن يكونوا مختلفين، وهم في بعض الأحيان يرفضون حتى أنهم يرتبطون أصلا أنهم بالإخوان مصر. يعني ماشي، أنا حاورت بالأستاذ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، يقول لي نحن لا ننتمي للإخوان ولا نتبع أصلا ولسنا فرع أصلا من الإخوان، يعني في حوار صار معايا في برنامج قهوة عربي في رمضان اللي فات. بالنسبة لكم ممكن لأنهم عدلوا من مصاريهم، استشرفوا الخطر المحدق بيهم بعد 30 يونيو. هو نفسه الأستاذ راشد الغنوش يقول لي النهضة بعد 30 يونيو لم تعد نفسها بعد سقوط الإخوان. طيب ده كلام برضو موضوعي جدا وكلام علمي، إنها استفادت حركة الإخوان المسلمين عندكم أو حركة النهضة بما حدث في مصر، فحاولت أن تعدل، وهي بالفعل كانت أذكى كثيرا عندكم حركة الإخوان المسلمين عن في مصر. مصر كانت المسألة، كان الغنيمة اللي هم خدوها ما كانوش مصدقين، كانوش مصدقين ان ممكن الغنيمة دي تقع في رجليهم في حجرهم كده بالبلدي، احتطاب اكثر من فيعني اتسرعوا في كل حاجة. انا بقول لك كان اخر حاجة مفروض يعملوها بعد استتباب الامور بعد سنوات عديدة هو اخوان الثقافة، ده استعجلوا ما كملوش، قبل سنة كانوا بيخونوا الثقافة. عندكم كانوا اكثر ذكاء، فممكن يكون المسار اللي حصل عندكم كان احد اسبابه ذكاء حركة الإخوان المسلمين أو حركة النهضة عندكم، أحد الأسباب. والأسباب الأخرى تتعلق بطبيعة الشخصية التونسية وطبيعة المد والجزر في تاريخ تونس غير طبيعة المد والجزر في تاريخ مصر. يعني لازم برضو التركيبات لما تيجي تدرسي الشخصية التونسية مختلفة شوية، يعني كلنا عرب وكلنا لنا خصائص واحدة، ما بقولش لا، لكن في خصوصية